قادات لجيش الإسلام، لكل واحد ساوي اقتتال على هاي الأرض. نحن الشعب السوري، نحن اللي شيلناكم السلاح، ونحن ناخذ السلاح منكم. والله والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لا نخاف بالله لومة لائم. المجاهد في سبيل الله أخونا وعيوننا وتاج رأسنا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. أي شخص، أي شخص، أي شخص يروح تضحياتنا، تضحيات شهدائنا وأبنائنا، نحطه بصف بشار الأسد، نحطه بصف بشار الأسد. آخر رسالة للعسيتانا للعالم بأكمله، هذا التقسيم اللي هتقسمونه قسموه ببلادكم. هاي بلادنا، نحن أهلها، وهاي الأرض تقاتل مع أهلها. أي شخص، أي دولة، أي حدا يفوت على هاي الأرض يقسمها هو عدو لهذا الشعب السوري.